تعال معايا إذا بتحب تصلي في هذه الفرصة، تعال اركع معايا. برية الفتور وسط وحشة الظلام، في مرارة العذاب، في مرارة العذاب، تحت علقم الأثام، تحت علقم الأثام، مللت بعدي، سئمت دربي، وخار قلبي، فقمت. قومي وتعالى، قومي وتعالى. مللت بعدي، سئمت دربي، وخار قلبي، فقمت راجعا. الناس اللي قدام الشاشات في اسم الرب يسوع المسيح، والناس اللي في المكان، اوعى كبرياءك يمنعك انك تركع قدام الرب او تيجي. اوعى بني ادم يمنعك عن اتخاذ اهم قرار. نحن لا نتلاعب على العواطف ولا ندغدغ مشاعركم، نحن نعلن ما قاله المسيح. هتقول له اكلت قدامك وشربت، هتقول له علمت في شارع، يقول لك ما اعرفكش، انت ما تبتش، ما تركتش خطاياك، اترك مكانك وتعالى صلي معانا، اركع قدام الشاشه. أنا لمصلحتك مش لمصلحتي أنا، تعالى تعالى للرب، تعالى. أوعى كبريائك يوقفك، تعالى معانا كفرد كأسرة بالكامل، واحد ومرات ويجوا بركة. بغيرك طلبت وبحثت عن رفيق، صدق الناس قد رشوت، هل ترى يبقى الصديق؟ حب غيرك طلبت ولا والصدق قل والقلب ملا، فقمت راجعا، الحب ولا والصدق قل والقلب ملا، فقمت راجعا بنشيد العودة، في دموع التوبة، في خشوع قبل آخر ترنية. بشكر رب لك لإخواتي وأخواتي، وأحلى حاجة حسيت بفرحة فيها واحد ومراته جم مع بعض ماسكين إيدين بعض. الحكاية دي بتدوب قلب إن أسر بتقول المسيح أنا بالكامل، أنت اللي في البيت يا رب، كلمتك اللي تمشي يا رب، إنجيلك اللي يمشي في البيت، حاجة تفرح القلب. آخر دعوة، ما تزعلش مني في اللي هقوله، وإحنا في المؤتمر أقدر أرفع إيدي وأقول أنا بريء. إحنا أخبرناك، احنا خبرناك انك لو ما تبتش ولعبت في امور خلاصك وساعة لقلبك وساعة ربك هتهلك، مش لان بنكرهك، لكن احنا بنوصل رسالة من المسيح. انت ما تجاوبتش معاها، شيل بقى، تعال للرب في اخر دعوة معايا. على الاخير الراقي بحبه قوي بيقول سأعيش لك عمري باحثا عن فكرك، اسمع اللي جاية، لأطيعك اختيارا مش خوفا، لا تعال له اختيارا، قل له كل السنين اللي جاية ليك أنا ومراتي وعيالي. اترك مكانك في العدد الأخير وتعالى صلي معانا، ونطلب من خادم رب الأخ يوسف رياض يصلي لأجل بيوتنا ولأجل أنفسنا. إذا عندك مشكلة بيتك، ابن مراتك، جوزك، جوزك، عايز يصلي لأجل حد، تعالى كمان ونصلي لأجلك في اسم الرب يسوع. اترك مكانك الآن وتعالى صلي معانا في آخر لحظات الاجتماع. معلش أنا كمان في شيء بدي أقوله، شاعر بالروح، إنه في أشخاص كأنهم قاعدين عم يتفرجوا، مجرد عم يحضروا،
كلام اللي سمعناه اليوم كلام نحن مسؤولين قدام الرب لأنه سمعناه يا رب. وإذا كنت فعلا أنت شخص بعد لحد اليوم مش متأكد، إذا سألت نفسك سؤال أنا وين رايح بعد الموت، إذا مش عارف تجاوب هيدا السؤال، يعني ما تزعل إذا قلنا لك أنك أنت رايح جهنم. مش نحن اللي عم ندينك ولا نحن اللي بنقدر نحدد أنت وين رايح، بس إذا مش قادر تلاقي جواب على سؤال أنا وين راح روح بعد الموت، يعني بعدك أنت رايح جهنم. إذا مش قادر تلاقي جواب لوين رايحة بعد الموت، يعني بعدك رايحة على جهنم. فيك تغير هذا الأمر الآن، فيك تقومي بهيدي اللحظات تقولي له يا رب أنا عم توب، رجع لعندك. سأعيش لك عمري عابد